السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي في كل مكان بنكمل النهاردة سلسلة الشحن من صفر المية ما تنسوش اللايك والشير كتير عشان فريق العمل زعلان إن الناس مش متفاعلين أتمنى التفاعل يلا نبدأ على طول وربنا يعيننا ويعينكم هنبدأ من تسعة زي ما انتم عارفين احنا بدأنا من يونت اتناشر والنهارده اهو في الوحده التاسعه أه، نبدا باول جمله a good teacher المعلم الجيد should adopt كلمه adopt معناها يتبنى تمام كده سواء يتبنى طفل او يتبنى وجهه معينه او اسلوب معين approach to language teaching يبقى المعلم الجيد لابد ان يتبنى نهجا يتبنى نهجا ايه بقى صفته؟ هنقولها دلوقتي to language teaching في تدريس اللغه. طيب هنروح للاجابه على طول زي ما احنا متعودين ونترجمها طبعا هنا innovative يعني ايه innovative؟ قال لي يعني ابداعي يبقى يجب ان يتبنى نهجا ابداعيا في تدريس اللغه. طيب ننقل للجمله الثانيه my brother اخي started بدأ working في العمل in a factory في مصنع. and gained طبعا gained دايما تستخدم لما تكتسب شيء معنوي. and gained reasonable reasonable هنا يعني معقول. working طبعا هنا هيبقى هنا الصفه بقى اللي هتيجي بعدها. اوكي؟ زي ما قلنا gained اديتنا هنا مفتاح للحل ان هنقي حاجه معنويه. يبقى اكيد working knowledge. يبقى معرفة في العمل of safety procedures اللي هي ايه ال دي اللي هي اجراءات الوقاية اجراءات الايه الوقاية تعرفين الامن الصناعي وان انت تلبس خوذة والكلام ده كله يبقى هنا gained knowledge اربط الاثنين دول ببعض the entire job experience هنا entire job experience كل الخبرة الوظيفية اللي عنده I have gained اللي حصلت عليها has been life نقط طيب هنا بيتكلم هنا عايزك تاخد بالك من الاكسبريشن ده لما اقول life changing experience اقصد انها التجربه او خبره غيرت في حياتي يبقى هنا طبعا changing تمام يبقى life changing وممكن يقول لك life changing experience هو هنا جاب experience في الاول تمام طيب كده طيب نخش على اللي بعدها my brother has نقط أخي has the first prize الجائزة الأولى in a short story competition مسابقة في كتابة القصص القصيرة. خد بالك بقى لما تكسب في مسابقة أو منافسة يبقى win آه, والماضي بتاعها ون تمام كده؟ بيت طبعا يهزم وإرني يكسب مال يبقى كده عرفنا الفرق يبقى هنا ون ننتقل للصفحة اللي بعد كده I really appreciate انطقها معايا تاني appreciate يعني يقدر يقدر موقفك يقدر قيمة شيء your effort effort يعني جهدك your effort جهدك on the project في المشروع يعني أنا فعلا أو حقا بقدر مجهودك في المشروع appreciate هي بالكلمة دي بقى هنا is similar in meaning تساوي في المعنى كلمة ايه هنا هتساوي كلمة value value برضو بمعنى يقدر قيمة معلش احنا بنضغط كده عشان ينوقف صوت التسييف my grandfather جدي has a lot of نقط جدي عنده الكثير من we frequently مراراً من حين لآخر يعني seek نسعى his guidance آه، بناخد منه الارشاد تمام كده؟ يبقى جده ده عنده حكمه. طب فين كلمه حكمه؟ Wisdom احفظها بقى يبقى Wisdom حكمه. <applause> The Ministry of Education Ministry وزاره Education تعليم وزاره التعليم is adopting قلنا adopt في اول جمله تتبنى is adopting plans بتتجني بتتبنى اسف خطط to note the egyptian educational system educational system نظام التعليم يبقى عايزه تعمل ايه في نظام التعليم الم... طبعا هنا عندنا reinvent عارف انت لما تعيد تعيد انتاج الشيء عشان يبقى بشكل احسن الجملة اللي بعد كده my sister has decided to change career خد بالك من المصطلح ده يغير مهنته يبقى دايما بقول change career and go to university تذهب للجامعة هتدرس يعني to get لكي تحصل على a higher degree درجة علمية أعلى يعني هي مثلا معاها license معاها license وعايزة تاخد ماستر ديجري ماجستير يبقى هنا ما قدمناش الا دايركشن صح كده يبقى هي هتحول مسار مهنتها او هتغير المهنه بتاعتها تقل الصفحه اللي بعد كده what a delicious dish what a وصفه ده تعبير من تعبيرات التعجب تلاقي في الاخر علامه تعجب الاكسكليميشن مارك what a delicious dish يا له من طبق لذيذ Could you please, ممكن لو سمحت, tell me تقول لي it's نقط؟ هو هنا عايز ingredients، يعني المقادير بتاعة الطبق. يبقى هنا ingredients المقادير. الجملة اللي بعد كده رقم 10: our science teacher مدرس العلوم بتاعنا مستر رامي has made عمل significant. significant معناها بارز. to his students' lives. لايفز هنا جمع لايف اللي هي حيوات جمع حياة يعني الراجل ده عمل إسهام بارز في حيوات طلابه in order to كي لكي in order معناها لكي in order to motivate 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 يعني حفز them to achieve يحققوا their objectives يحققوا الأهداف بتاعتهم يبقى هو هنا عمل significant contributions contributions يعني إسهام <coughs> she was offered employment in the sales department هي اتعرض عليها وظيفة في قسم المبيعات sales department يبقى كلمة employment here is similar in meaning to قريبة في المعنى لإيه يبقى هنا employment بتساوي job طب ليه مش كبير كبير حياة مهنية وليه مش profession profession بتتقال على مهنة متخصصة يعني ايه زي الدكتور كده بيحصل على مؤهل وبعدين ياخد تدريب يعني مثلا بيبقى سنتين امتياز المحامي ياخد المؤهل بتاعه يشتغل محامي على طول لا لازم يبقى سنتين محامي تحت التدريب دي بنسميها بروفيشن مهن متخصصه اما اي وظيفه فبنقول عليها جوب الجمله اللي بعد كده you must continue to improve your skills. انت لابد او لازم تستمر continue improve تحسن your skills مهاراتك in order to لكي بيجي دايما بعدها مصدر in order to remain عشان تفضل قابل للتوظيف يعني الناس تقدر توظفك او تبقى مرغوب في انك آه, الناس تشغلك عندها يبقى employable يعني قابل للتوظيف يعني عندك المهارات الحديثه زي دلوقتي مثلا عندك مهارات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي فانت كده تبقى امبلويبل تمام طاهر my نيو كوليج colleague. colleague يعني زميل في العمل زميلي في العمل is 32 نقط اولد جنتلمان خد بالك بقى لما تلاقي ا وبعدين رقم تمام كده وبعدين جايب بعديها اسم هنا لازم التمييز اللي هو هيبقى سنة هنا طبعا في جمل تانية ممكن يبقى ساعة دقيقة على حسب الجملة يكون مفرد يبقى 32 year old gentleman طيب my grandmother جدتي كان still مازالت volunteer work تمام كده؟ She enjoys helping others هي بتستمتع بمساعدة الآخرين يقوم بعمل تطوعي احنا حافظين الإكسبريشن do volunteer work My neighbor Gary is very old مسن جدا and likes بيحب to help young people إنه يساعد الشباب I don't think لا أعتقد he's typical typical بمعنى نموذج أو نموذجي of most people احنا سوري of most people of his age لنفس السن typical could be the opposite the opposite يعني عكس كلمة ايه هنا؟ اه هنا exceptional تمام كده يبقى عكس typical هنا uh, typical هتبقى ايه اكسبشنال هنا استثناء يعني تمام كده خش على الصفحه اللي بعد كده after retirement retirement اللي هو التقاعد عن العمل معاش يعني a lot, of old, a lot of old people كثير من الناس المسنين like to spend their time بيحبوا يقضوا وقتهم on hobbies في هوايات that they are not about in order to enjoy their lives لكي يستمتعوا بحياته تمام كده طيب ايه هنا عندنا هنا about هي اللي هتخلينا نحل تقول لي ليه يا مستر اقول لك اصل كين دي بتاخد اون فمش هتنفع هنا فيبقى عندي هنا passionate اللي هو برضو معنى متحمس للحاجة او عنده شغف بيها يبقى لو كان في اون كنا اخترنا كين اون. When I received لما استلمت the dreadful news اخبار السيئة my heart I was upset and disappointed لما حد بيحس كده بزعل شديد فبيقول ها ركز معايا قول ما هارت كين طبعا السائلين فوق دي بتهج صوت فكرة يبقى أكيد مفيش إلا تمام كده اه تعبير معناه حزنت جدا we live in Alexandria this is our constant place of residence residence اقامة فعايز يقول ده مكان اقامتنا الدائم حلو طيب هنا احنا محتاجين في الجملة دي يا شباب محتاجين حال وحال يكون معناها بشكل دائم يبقى ما عندناش الا permanently بشكل دائم يبقى نحن نعيش في اسكندريه بشكل دائم ده دا محل اقامتنا او مكان اقامتنا المستمر او الدائم when i heard about the road accident عندما سمعت عن حادثة الطريق حادثة يعني حصلت على الطريق السريع أو على الطريق عموما I know it for my friend's safety آه uh, أنا قلقت على أمن صديقي أو أمان صديقي because سلمته يعني he was driving that car كان يقود هذه السيارة يبقى هنا خشيت مفيش غيرها يبقى I feared I choose to enroll enroll يعني يدرج اسمه يسجل اسمه يعني أما بتيجي كده مثلا داخل كورس فبتروح تسجل اسمك في الكورس in a not writing class to improve my skills عشان أحسن من مهاراتي فهنا عايزين نقول بقى إيه؟ كتابة إبداعي كتابة إيه إبداعي ها تمام كده يبقى creative writing كتابة إبداعي no one has declared لم يعلن أحد declare يعلن و no one لا أحد أعلن The final result النتيجة النهائية yet حتى الآن. لذلك so I can't that I won the competition. أنا ما أقدرش أكد لك بقى فين كلمة يأكد أيوه كنت ما أقدرش أكد إن أنا فزت بالمسابقة. There is a night knot who goes round the building to keep us safe at night. آه بيلف حوالين المبنى عشان يخلينا في أمان بالليل يبقى ده أكيد حارس watchman. He wasn't faithful لم يكن مخلصا he his friend when he was in trouble لما كان في مشاكل and refused to help him رفض انه يساعده yeah يبقى هنا هنختار ايه يا شباب زي ما انتم شايفين deserted يعني هجر او ترك صديقه luckily لحسن الحظ the old man the terrible accident لما يكون في حد نجا من حادثة إحنا بنقول survived يبقى نجا من الحادثة هنقول survived (a آه is an uh, ornamental structure in a pool or lake from which one or more gets of water are pumped into the air) يبقى هيكل زخرفي او شكل زخرفي مزخرف يعني بول حمام سباحة ليك بحيرة منه بتطلع جيت جيتس انت عارفين ضغط الماء ده اللي هو بيطلع من النافورة of water are pumped into the air وطبعا بتضخ في الهواء طيب يبقى احنا بنتكلم عن fountain النافورة I want to try making that Chinese this, a dish. انا عايز اجرب هذا الطبق الصيني وجبه يعني لكن انا مش عارف but i don't know the لما بتيجي تتكلم عن يبقى هنا في recipe اللي هي الوصفة او طريقة عمل الطعام reading القراءة enriches بتسري our culture ثقافتنا and not a difference to our lives آه. Uh, تصنع فارق يبقى هنا makes difference بتعمل فرق uh, في حياتنا I went down to get the lady's handbag from the floor uh, ينحن يوطى عشان يشيل حاجة ينحني يعني اسمها crouched يبقى احفظ بقى crouched down انحنى عشان يشيل حاجة من الأرض passion is a strong and purely controllable emotion العاطفة هي شعور لا يمكن السيطرة عليه بيرلي يعني بالكاد controllable يتحكم فيه emotion عاطفة يبقى عاطفة قوية أنت بتحكمش فيها ممكن أحيانا بتترجم شهوة here is opposite in meaning to معنى بقى معاكس ليها بتحب حاجة قوي أو شغوف بيها عكسها indifference indifference هنا معناها لا مبالاة مش مكتبس مش مهتم if you don't hit the books لازم تفهم هيد ذا بوكس مش معناها يضرب الكتب خالص معناه يذاكر بجد If you don't hit the books this week you won't pass the exam مش هتنجح في الامتحان دي معناها اكيد طبعا يذاكر بجد study hard كده انجزنا يونت 9 هننتقل ليونت 8 زي ما انتم متعودين معانا بنفس السيستم يلا بينا يا رجاله